مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، عقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات. تناول المؤتمر الصحفي كافة التفاصيل الفنية واللوجستية اللازمة لعملية الاقتراع، وأوضح المستشار بن داري أنه تم تجهيز اللجان وكافة اللوجستيات بحسب الضوابط، بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر. بالفعل تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية، وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوقه السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل، وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة. وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة، وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية.